يعطيكم العافية يا رابع. اليوم إن شاء الله درسنا عن تصنيف الحيوانات. بدنا نحكي عن المجموعات اللي ما حكينا عنها في الحصة الماضية، لكن قبل ما نحكي عن المجموعات الجديدة خلينا نراجع مع بعض الدروس السابقة بشكل سريع. حكينا من بداية الفصل إنه إحنا عنا تصنيف الكائنات الحية. إذا متذكرين الكائنات الحية حكينا هي إنسان، حيوان ونبات. حكينا تصنيف الكائنات الحية معناه هو تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها. وكمان حكينا إنه إحنا قسمناها إلى مجموعات لأنه عددها كبير جدا الكائنات الحية، فإحنا عشان نسهل دراستها والتعرف عليها قسمناها إلى مجموعات. أخذنا في الدرس الثاني عن تصنيف النباتات، حكينا في عنا نباتات بذرية، هاي النباتات البذرية منها الزهري ومنها اللازهري. حكينا الزهرية في جواتها ثم بتنتج زهرة والزهرة بتتحول إلى ثمرة وفي داخل الثمرة بذرة، وحكينا اللازهرية تنتج مخاريط، وحكينا أيضا إنه في عنا نباتات ذات فلقة وعنا نباتات ذات فلقتين. هاد كليات مراجعة سريعة للدروس السابقة. بلشنا في الحصة الماضية عن تصنيف الحيوانات، وأيضا يا رابع حكينا عنا الحيوانات عددها كبير جدا، فأنا عشان أقدر أدرسها بطريقة مفصلة قسمناها إلى مجموعات. في الحصة الماضية حكينا عن مجموعة الثدييات. إذا بس جيت سألت واحد فيكم ليش سميت الثدييات بهذا الاسم؟ المفروض نعرف إنه الثدييات سميت بهذا الاسم لأن لها أذداء ترضع بها صغارها، تمام؟ وحكينا الثدييات تتنفس عن طريق الرئتين ويغطي جسمها الشعر والفرو. حكينا في عنا ثدييات تعيش على اليابسة زي الفيلة، زي القطة، الكلب. وأيضا في عنا خفاش واحد ثدي واحد يستطيع الطيران اللي هو الخفاش. وفي عنا ثدييات تعيش في الماء تسمى الدلافين. واضح يا رابع؟ هاي كانت مراجعة سريعة للثدييات. نراجع مع بعض عن الزواحف. لو جيت سألتكم لماذا سميت الزواحف بهذا الاسم؟ نعم الإجابة لأنها تزحف على عضلات بطنها. طيب شو بغطي جسم الزواحف؟ يغطي جسم الزواحف جلد جاف مغطى أيضا بالحراشف. طيب كيف تتكاثر؟ بالبيض، وأيضا من الأمثلة عليها التماسيح والسلاحف والأفاعي. هاي يا رابع مراجعة سريعة للمجموعتين اللي أخذناهم المرة الماضية. هلا اليوم بدنا ناخذ مجموعة الحشرات. لو جينا اطلعنا على النمل اللي قدامنا، طبعا أنا بدي أحكي لكم الحشرات هي كائنات أو أصغر الحيوانات حجما، أصغر الحيوانات حجما. يعني لو أنا جيت قلت لكم احكوا لي حشرات أنتم بتعرفوها، رح تحكوا لي النمل، رح تحكوا لي أم علي، الدعسوقة، هذول كلياتها أحجامها صغيرة جدا. بس اليوم جبت صورة مكبرة شوي للنملة عشان ناخذ أو نتعرف على صفاتها. خلينا نطلع عليها. لو سألتكم يا رابع كم رجل للنملة؟ عدوا معي، 1 2 3 4 5 6، لها 6 أرجل. طبعا الأرجل الموجودة على جسدها، مش موجود إشي على الرأس، الطالع على الرأس اسمه قرون استشعار هلا بنحكي عنهم. إذا موجود على جسدها 6 أرجل، نعدهم مرة تانية، 1 2 3 4 5 6، لها 6 أرجل. هاي أول صفة للحشرات. حكيت لكم في على رأسها قرنين استشعار، هدول اللي طالعين من مقدمة الرأس يسماها قرنا الاستشعار. وفائدتهم للحشرات إنهم بيستكشفوا البيئة المحيطة، يعني في عليها زي خلايا شمية بيشموا من خلالها. هلأ بيشموا وين في غذاء، بيشموا إذا في عندهم ريحة للأعداء، بيشموا حتى كل الحشرات إلها ريحة مميزة، بيشموا شو الأشياء اللي حواليها، شو الحشرات اللي حواليها، وين بيتها. فسبحان الله هي قرون الاستشعار بتساعدها على اكتشاف البيئة المحيطة بها. إذا لو سألتكم كم عدد أرجل الحشرات، كم رجل لإلها من الصورة مبين؟
ست أرجل. طب كم عدد قرون الاستشعار؟ 2. طب ما فائدة قرون الاستشعار؟ فائدة قرون الاستشعار اكتشاف البيئة المحيطة. كمان يا رابع، الحشرات جسمها طري وضعيف من الداخل، عشان هيك الله سبحانه وتعالى غلفها أو جعلها مغطاة بهيكل صلب، يعني الهيكل اللي هو زي العظم القاسي الصلب عشان تحمي حالها. واضح يا مس؟ طيب، وأيضا تتكاثر بالبيض. أنا جبت لكم هون صورة لبيوض النمل، صورة لبيوض النمل، طبعا هو حجمها صغير جدا لكن بالصورة مبين أكبر. خلينا نراجع. إذن هاي هي صفات الحشرات، نراجعها مع بعض. كم رجل إلها؟ لها 6 أرجل. لها قرنها استشعار. ما فائدة قرون الاستشعار؟ فائدة قرون استشعار استكشاف البيئة المحيطة. ماذا يغطي جسمها؟ هيكل صلب. طيب كيف تتكاثر؟ تتكاثر بالبيض. هاي بالنسبة للحشرات. نيجي للمجموعة الأخرى اللي هي الأسماك، وأيضا رح أتعرف على خصائصها عن طريق الصورة. لو نظرنا إلى جسم السمكة لوجدنا إنه من الخارج من أعلى السمكة مبين زي الشوك، وفي بينهم جلد اللي خارج لأعلى من فوق ومن تحت. هذا الشيء اسمه الزعانف، اسمه الزعانف. هاي الزعانف يا رابع بتساعد السمكة على السباحة، تساعد السمكة على السباحة. وأيضا الذيل يساعد السمكة على تحديد الاتجاه. إذا عندها السمكة زعانف بتساعدها على السباحة، والذيل يساعدها على تحديد الاتجاه وفي أثناء السباحة. الآن لو طلعنا على جسمها منيح رح بنلاقي على جسمها زي قطع صغيرة لونها أبيض. هاي القطع الصغيرة اللي بغطي جسم السمكة بتسميه قشور، بنسميه قشور. إذن السمكة لها زعانف بتساعدها على الحركة، الذيل بيساعدها على تغيير الاتجاه، جسمها يغطيه القشور. طب لو جيت سألكم يا رابع، هو سؤال بديهي جدا، السمك وين بيعيش؟ بيعيش في داخل الماء. طيب السمك بده يتنفس لأنه كائن حي، وحكينا إحنا كل الكائنات الحية بتتنفس. طب كيف بتتنفس السمكة؟ السمكة عايشة بالمي، وفي في الماء أكسجين مذاب، الأكسجين ذايب جوات المي عن طريق الخياشيم اللي هي هيا هون موجودة. هاي هي الخياشيم اللي هي هاي الخياشيم بتفوتها المي اللي دايب فيها الأكسجين، ومن طريق خلايا موجودة فيها تمتص الأكسجين وبتخرج الماء. إذن هاي بنسميها الخياشيم. الخياشيم بدخلها الماء المذاب فيه الأكسجين، السمكة بتأخذ الأكسجين وبتطلع منه المي. واضح يا رابع؟ وأيضا السمكة تتكاثر بالبيض. هاي شكل بيوض السمك، طبعا ألوانها مختلفة، أشكالها رح تختلف من سمكة إلى أخرى، لكن هذا مثال على بيوض السمك. نراجع مع بعض على صفات السمك. الأسماك لها زعانف بتساعدها على السباحة والحركة، لها ذيل بيساعدها على تغيير الاتجاه أثناء السباحة. حكينا السمك بيعيش بالماء، بتنفس عن طريق الخياشيم، ويتكاثر أيضا بالبيض. واضح يا رابع؟ الآن بدنا نحكي عن مجموعة الطيور. الطيور يا رابع طبعا كلياتنا بنعرفها. لو أنا جيت سألتكم شو أهم صفات أو كيف شكل الطير، رح تحكوا لي يا مس إله منقار، إله أرجل، إله أجنحة، وإله ديل، بتحكوا لي بغطي جسمه الريش. طبعا هاي هي الصفات الأساسية اللي أنا بتهمني في الطيور. خلينا نتعرف عليها مرة أخرى عن طريق الصورة. ننتبه على منقار العصفور، هذا هو منقار العصفور، وأيضا أطرافه. الأطراف أقصد بها يا رابع الأقدام، أطرافه هي نفسها الأقدام. إذن للعصافير أو للطيور قدمان أو طرفان ومنقار، وفي عنا الجناح، هذا هو جناح الطيور، لها جناحان. شو بيغطي جسمه؟ هلأ شو موجود على جسم هذا العصفور اللي هو الطائر؟ يغطيه الريش. إذا لو جيت قلت لكم عيدوا لي صفات الطيور، بتقولوا لي لها منقار، لها طرفان، لها أجنحة، يغطي جسمها الريش. طب كيف بتتكاثر يا رابع؟
في كتير منكم كان يشوف الحمام بيجي على طرف الشبابيك بيعمل عش وبحط جواته البيض، وأنا جبت لكم هون مثال على بيوض للطيور. واضح يا رابع؟ طيب كيف تتنفس الطيور؟ الطيور عايشة في اليابسة، الأكسجين موجود في الهواء، فبتتنفس بالطريقة العادية اللي هي عن طريق الرئتين، تتنفس الأكسجين عن طريق الرئتين. واضح يا رابع؟ هذا هو درسنا لليوم. بكرة إن شاء الله أو الحصة القادمة رح نأخذ مجموعة البرمائيات وننهي الدرس. ويعطيكم العافية.